بسم الله الرحمن الرحيم، الإخوة والأخوات، نقدم لكم آخر مستجدات الوضع الوبائي المتعلق بالجائحة العالمية الناتجة عن انتشار سارس كوف 2 في بلادنا. فخلال 24 ساعة الأخيرة سجلت على المستوى الوطني 1069 حالة جديدة مؤكدة، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت إلى 43558 حالة مؤكدة منذ انتشار الفيروس في بلادنا في 2 مارس من هذا العام، أي بمعدل إصابة تراكمي وصل اليوم إلى 120 لكل 100,000 نسمة، وقد بلغ هذا المعدل في 24 ساعة الأخيرة ما يناهز أو يزيد قليلا على 3 لكل 100,000 نسمة. تفصيلا، التوزيع الجغرافي لل 1069 حالة المسجلة في هذه 24 ساعة الأخيرة هو كما يلي: جهة الدار البيضاء سطات 263 حالة جديدة، 218 بالدار البيضاء، 14 بالنواصر، 11 بسطات، 8 بالجديدة، 7 بالمحمدية، 3 بمديونة، و2 ببرشيد. جهة فاس مكناس 214، من بينها 79 حالة بفاس، 45 بتازة، 35 بمكناس، 19 بالحاجب، 18 بصفرو، 14 بتونات، 3 بإفران، وحالة واحدة بمولي يعقوب. جهة مراكش أسفي 189 حالة، من بينها 99 حالة بمراكش، 67 باليوسفية، 8 بالحوس، 7 بقلعة الصراغنة، 4 برحامنا، وحالتان بكل من شيشاوة والصويرة. جهة بن ملال خنيفرة 120 حالة، من بينها 47 حالة عفوا 47 حالة ببني ملال، 31 حالة بالفقيه بن صالح، 23 بأزيلال، 15 بخريبكة، وأربع حالات بخنيفرة. جهة طنجة تطوان الحسيمة 94 حالة، من بينها 34 حالة بتطوان، 25 حالة بطنجة أصيلة، 15 بوزان، 14 بالعرائش، 4 حالات بالمضيق الفنيدق، وحالتان بالحسين. جهة الرباط سلا القنيطرة 82 حالة، من بينها 27 حالة بسلا، 15 حالة بكل من القنيطرة والرباط، 13 حالة بالصخيرات تمارا، 9 ديال الحالات بالخميسات، 2 بسيدي سليمان، وحالة واحدة بسيدي قاسم. جهة درعة تافيلالت 34 حالة، من بينها 25 حالة بورزازات، 7 بتنغير، وحالتان بزاكورة. جهة سوس مسة 24 حالة جديدة في 24 ساعة الأخيرة، من بينها 10 حالات بتارودانت، 5 حالات بأكادير الدوتنان، 4 حالات بتزنيت، حالتان بكل من إنزكانايت ملول وطاطا، وحالة بشتوكا أيتباه. جهة الشرق 22 حالة، من بينها 12 حالة بوجدة أنقاد، 3 حالات بكل من فيقيق وتوريرت، وحالتان بكل من بركان وجرادة. جهة الداخلة والذهب 16 حالة بإقليم وادي الذهب. جهة العيون الساقية الحمراء 6 حالات، من بينها 5 حالات بالعيون، وحالة واحدة بالسمارة. ثم جهة قلميم ودنون 5 حالات، حالة بالسزاق، حالة بقلميم، حالة بطنطان، وحالتان بسيدي إفني.
إذن هذا هو التوزيع الجغرافي المفصل لحالة 1969 اللي تسجلوا في هذه 24 ساعة الأخيرة، مع العلم على أنه تم استثناء 20128 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت إلى 1,583,252 حالة مستبعدة. للأسف الشديد، سجلت في 24 ساعة الأخيرة 23 حالة وفاة جديدة رحمهم الله جميعا، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات المسجلة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت إلى 681 حالة وفاة رحم الله الجميع. الحالات 23 المسجلة في 24 ساعة الأخيرة، سجلت 7 منها بمراكش، 3 بالدار البيضاء، و3 بطنجة أصيلة، 2 وفاة بكل من الرشيدية وفاس، وحالة وفاة بأكادير الدوتنان، مكناس، الناظور، وجدة، أنقاد، طنطان وسلا. هذا فيما يتعلق بحالات الوفيات. أما فيما يتعلق بحالات التعافي فلله الحمد والشكر، سجلت 597 حالة تعافي تام من المرض في هذه 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين من هذا المرض منذ بدايته في بلادنا إلى 29,941 متعافي، ويبقى معدل التعافي مستقرا منذ بضع أيام في 69%، علما أن المعدل العالمي تقريبا 67%. ومنه فإن الحالات النشطة قد بلغ مجموعها، الحالات الموجودة قيد العلاج بمختلف جهات المملكة، بلغ مجموعها إلى قبيل قليل 12,936، أي بمعدل 36 لكل 100,000 نسمة. هذه الحالات النشطة توجد بمختلف جهات المملكة، وتفصيلا سنتحدث عنها هذا اليوم. هناك 4,505 ديال الحالات النشطة في الدار البيضاء سطات، 2,363 في مراكش أسفي، 1,538 في فاس مكناس، 1,342 حالة نشطة في طنجة تطوان الحسيمة، 1,197 حالة نشطة في الرباط سلا القنيطرة. أقل عدد من، طبعا هناك جهات أخرى فيها أقل من 1,000 حالة نشطة، وأقل عدد يوجد بكل من جهة العيون الساقية الحمراء 36 حالة نشطة، وجهة قلميم ودنون 31 حالة نشطة. نختم بالحالات الحرجة الصعبة الخطيرة أو الحرجة، اللي بلغ مجموعها قبيل قليل للأسف الشديد 189 حالة خطيرة أو حرجة. إذا تلاحظون منذ فترة هذه الحالات يعني ما فتئت ترتفع للأسف الشديد، من بينها 50 تحت التنفس الاصطناعي، ومن بين هذه 50 اللي هما تحت التنفس الاصطناعي هناك 37 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. هاد 189 حالة خطيرة أو حرجة توجد بكل من الدار البيضاء سطات 56، طنجة تطوان الحسيمة 46، مراكش أسفي 36، فاس مكناس 17 حالة خطيرة أو حرجة، 12 حالة بالرباط سلا القنيطرة، 9 حالات بدرعة فيلالت، 4 حالات بسوس مسا، 6 حالات بجهة الشرق. بجهة الدخلة والذهب هناك حالتان خطيرتان وحالة خطيرة بجهة بني ملال خنيفرة. إذا المجموع 189، هذا رقم قياسي من حيث عدد الحالات الموجودة في أقسام الإنعاش والعناية المركزة. هذا هو آخر رقم نقدمه في هذه الحصيلة اليومية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.